عديت الايام جرعت سم الكلام بين قلوب في صحاب مشيت معاك في ظلام كنت عينيا ضي الدنيا اللي فات عليا يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أوريدو. الشمس لميديتي والليساج جاي أطول الشهر تاعنا. سنسلك الجديد إصلاح فوري للشهر التالف مشبع بسيرام الكيراتين اللي ساعد في إصلاح علامة التلف من الغصة الأولى لشهر ناعم ولامع في أي وقت. اكتشفوا لقم سنسلك شامبو أبخي شامبو الجديدة. هذا رمضان اكتشف كوكاكولا بحلة جديدة. افتح الغلاف عند العلامة، اسحب الشريط الأبيض وخلي قعدتنا ديما تحلى مع هدية كوكاكولا. اليد في اليد، كوكاكولا تجمعنا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كام بيبي. لكل طفل كام بيبي. شبيك تعيطي هيك؟ ذهبي وراح. بنتك هذه حيرتني يا لويزا. خليني علاش واش دارتني يا الحاج؟ خبريني على بنتك حاجة بحاجة. مش انتي هي امها؟ وش نقول لك الحاج؟ وانا عرفت. وكيما تعرفيش انتي؟ وشكون اللي يعرف؟ راني ميت بالفرحة. حمد. حمد في بلاده. حمد في تلت الغالي. حمد في أرضه. حمد في وسط بني عمه. الحمد لله يا الحمد لله. والله اللي تمنيتها لك من قلبي هذي. وش مطالعك تهضر عليه؟ ها؟ وش مطالع؟ فهمت كيفاش نسيت انا. شبيك العادي؟ بابا سعيد يقتل باباك.
واش راك تهضر؟ واش راك تهضر؟ كيف بابا تسيد اللي قتل لي بابا كيفا؟ بالعقل على الراجل بالله فمك راك مريض نسيت بالله فمك اهضر. دير مرضي العزيزة راهي تدمل على فم يدك. اوه واش بيك؟ واش كاين؟ واش بيا؟ منيتك راك تسقسي فيا عليه؟ هاكا ديري راجلك اللي روحك من الموت؟ راجلي اللي خلاني وقعد يكسر مع يماه. الله غالب هاكا على بالك واش صرا فيها؟ انا ما صارش فيا وانا ما نهمش. شكون اللي قالك؟ ها؟ زينة يما مسكينة ما أمنتش بلي عليه وروح لها حي مات لي الكاملة تهضر عندنا قدارة قدتني وش ندير؟ داتني عيني وكي على بالك بلي كنت مريض ومرمد وانا جايبة لي الكاملة وانا نستنى فيك. معليش هذه ليلة واحدة والليالي تاعي كامل ليك. قريب أمنتك علي نهار اللي تزوجت بيك وانت في العسكر شوف الناس اللي تزوج اللي طلق واللي جاب دراري وحيزيد يعاود يجيب دراري وانا قاعده نعزي في هذا ونهني في هذا. معليش على بالي بلي فوتي وقت صعيب بلا بيا بصح هذه هي المراه الفحله اللي لازم دائما المراه الفحله هي لازم تصبر وهي لازم تفد الحمل فوق دارها. علي انت تزوجت بيا جبتني خدامه لهاد الدار واش تدير هاد الهضره؟ كاع على بالك مني انا زوجت بك. انا ماشي باي كرهت حياتي خرجت عمري من هاد الزواج. زينه خرج عليا هاني مانيش حاب نشوفك خرج عليا خرجت روحي من الزواج. معليش كي تا دايره انا هكا علي هلا ماما روحي جيب ولدي اربع قبل حتى تشرب قهوه خليه برك دوك نخرج نشربها مع بابا وخالتي والله فرجي اربع شوف واحد المقرود دارت اختك يزخف اروع اروع انت يا بابك ذوك تروح عنده نهار كامل خليني نحي منك شويه الوحش. صبر ولدي واش بيه خصمك محجوز في السمانطه؟ ما بيا والو. كيف هذا ما بيك والو هذا؟ كاش ما قالت لك هذيك؟ شكون اما؟ هذيك تكون اشرب 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 ولدي اشرب هاتي ما خير اشرب جبت لكم خبر يفرح. كي رحت مع روزة عند طبيبة قلت نشوف وش عندي وقالت لي بلي عندي طفل حاج صغير. هبلتي هبلتي يا عيشة وش كاين؟ وش داك وش داك؟ بنت بعيشة علاش درتي هكذا وش داك؟ بصح ما وش فيها كي شفتو؟ وش فيها؟ روحتي ودرتي رايك وتقولي وش فيها؟ وش درتي يا ميكونو مش مليح مش مليح؟ ايه بس
عثمان يقولوا الفيل هذا مش شباب. اللي شك بلي عندها الحاجة صغيرة في كرشها ما تشوف ما تحب وسمه يسهلها ربي. ايه قالكوا لو كان يشوفوا بعيد شك مش يسرى وش يسرى. قولي لي يا خالتي في الطوم، قولي يا خالتي في الطوم وش يسرى وش يسرى. عيشها دعي ربي يقول إن شاء الله ما يسرعش. يعطيك الصحة يا عيشة بنتي، يعطيك الصحة يا رزينة وكبيرة العرايس اللي نعول عليها ونقول بنتي اللي ما جبتهاش كرشي اللي تشاورني في صغيرة والكبيرة وتاخذ رأيي في كل شيء. يعطيك الصحة، خليتك النهار واحد تخرجتي فيه درتي رأيك وجاية فرحانة فرحانة وتحكي فيها بصحية الوجاء. صح خالتي، أنا حبيت غير نفرحكم، هذا وش حبيت؟ شكون طلب منك؟ وش داك؟ ها؟ وش اللي محتم عليك؟ كاش واحد داخلك تشري قش طفل ولا طفلة باش تشوفي وش كان في كرشك؟ وش مزربك؟ ولا حكاية الحاجة الصغير اللي راح تبلكم؟ كل واحد فيكم في هذا الدار يشوف غير جهته برك وشوف مصلحته واللي يخرج عليه. هذا مكان قاتك صح. أنا خلتي تهضري لي هذه الهضرة؟ هاكي جبتي طفلة يا عيشة، كاش نهار قلنا لك كلمة، كاش مرة جبنا لك حكاية الحاج الصغير. علاش؟ علاش ديروا رايكم بلا ما تشاوروا؟ علاش؟ كليتيها يما الخير في ثاني، كليتيها المخلوقة مهما كان راهي هازة بالكرش. إي والله الواحد في هذا الدار يخرجوه من حبل عقله يا لويزا. وش ده يا لويزا؟ وش ده؟ وش ده؟ وش ده؟ خلاص يا خلاص خلاص يا سيدي، يدرك نوصيوها سيدي نقولوا لها ترد بالها سيدي من الماكلة من الشراب من المشية، ما تخرجش يا سيدي وخلونا من المشاكل هذه. ما يا سيدي والله يا عيشة، يا ربي يا ربي الله يا ربي وش الدار هذيا. اه يا عيشة. علي انا ماما الغلطه تاعك دير واش قال لك راسك ما تخممش، لو كان كشمي صرف الطفل والله نسلك يا غاليه. يا بويا انا وين على بالي بهذا العفسه، انا لو كان هدرته من الاول ما على باليش. كيف ما على بالكش؟ ها كي درت رايك شاورتني، كاش مرة تخرج من سلسل الغالي وولدها في كرشها، المرأة تقعد معزة مكرمة في دار رجلها حتى لا تجيب الطفل ومن بعد تروح وين حبت. بوي برك انا من الخرافات هذو ما طيش عليك. خرافات؟ جي ثاني قول لي خرافات. انا مرت بوي، مرت بوي جابت سبع اولاد في ماتوا كامل في كرشها، تعرف علاش؟ على خاطر نيتها خاسرة، على خاطر تروح عند كزازن، عند مراطين، بصح انا مغ جابتني من الكرش الاولى. صبوي لك تقلق في روحك في العوض، راك تبارك ليليا والمرتي راك ما تحاسبنيش ابويا، راني نعرف صلاحي. خلاص غلطه وصرات، اطلب ربي برك الطفل ما يصرى له والو. ان شاء الله ما يصرى له والو. خلاص كي تقلقت فكر بلي وجاي الحاج صغير. المهم عندي خدمه نروح. ما عندك وين تروح؟ اقعد هنا، كاين مشكل كبير ومحتاجك معايا باش نحلوه. أنا هنا مصير خلاص سارة قال لك يرجع لك تعب بركامة تبكي مامي. حاجة ما ترجعني على هاد سلام، هذاك الذهب تطوري خالتي أمور خير. صح باباك غلط، بصح ماشي كل دقيقة تجيبي سيرتهم لي سمعي يقول كانوا دايرين فيك الخير. إذا غضك علي الحال روحي على هكي معايا أنا. ما واش خايفني عليه الحال، ودوكا كي عرفت بلي كلا كامل دراهمو ما عندناش علاش نزيدو نقعدو هنا. دراهم ما تكرهوش، ليش جيت معاكم كامل دراهم؟ دابا نقول لك حاجه،
في زوج تعسوا روحكم، في زوج تحبوا المادة. أنا إلا راني ندير هكذا غير لحقاش راني خايفة عليك منه. رقية، أنا جامي ما خوفتني الحياة، الخوف تاعي الكبير اللي عشته هو رجوعكم. الشمس، لميديتي والليساج جاي أطول الشهر تاعنا. سنسلك الجديد إصلاح فوري للشعر التالف مشبع بسيرام الكيراتين اللي ساعد في إصلاح علامة التلف من الغصة الأولى للشعر ناعم ولامع في أي وقت. اكتشفوا لقم سنسلك شامبو أبخي شامبو الجديدة. صباح الخير يا خيتي. صباح الخير. صباح الخير. ها خير ما جابك طفلة؟ ايه داوي يا خيتي، عندي الخنقة في صدري قتلتني، ونحس حاجة تصير عليا تكون راح تتفلك. وقل ما لقيتش روحي تحوسية؟ راجلك يديك تحوسية؟ واش ما الراجل تحكي عليها اختي الداوية، أنا قاعدة في دار بابا نسنى، كش مكتوب يطيح عليا. فهمت، عندك ديبريساج. خير اختي الداوية، واش فهمتي؟ عندك زيدي تجيني هنا؟ منا وطالع كي تحمك الخنقة، بسي خمارك، جلابتك، كحلي، حمري، خدودك وفمك، ما تطرقي لا زوازات، لا عراسات، لا سواق، حتى نهار يخطبوك. هيا ضربة ضربة الخنقة، قولي ما قلتهاش الضاوية. إن شاء الله، كاش ما تعطيني؟ دعوي الخير برك، ربي يرزقك إن شاء الله بريد الحلال. أمين. عندي على واحد نخاف أختي الضاوية. احكي لها بس بيك مخلوقة. كي كي العرعورة كبر بركة ويدير لك هاكا. واش مكبر اختي الضاوية في عمري 23 برك عام خيتي. يا 23 عام؟ هي مزوجة؟ لا لا. مالا كبرتي وربتي؟ صح صح. والله كيفاش؟ 200 ألف برك. صح. تفضلي. سلكي سلكي من برا. في الأمان أختي. في الأمان. سلمي على خالتي العكرية. يبلغ إن شاء الله. صحيتي. تبريساج. مسكينة. هالسلامة حنان. هالسلامة حبيبتي. تفضلي أختي حزين. نشفى عليك. في الأمان. دوكا. هو رياض تفضلي. زعما صح واش قالوا عليها؟ يا اختي ما نكذبش عليك، انا راجلي كيعيط له سليمان شكر له فيها، بصح انا مازال ما جربتها. ايه عرف وين بعتك. انا قالت لي دارتهم مش بعيده منا، قالت لك شكات من راسها عندها شقيقه راهي في 12 سنه من هاللي زيدت، قالت لك عطاتها واحد البيخه ارتاحت ولات كي الحصان، تحسب كانت تكذب. زيا قلتي ليها كنقول لاختي عليها، بصح الشيء اللي راه محيرني الضاوية كيفاش ولات طبيبه وهي كاع ما تخرجش من الدار. يا هي انت تحكي لي على القرايه، دولنا بكري كان من كانوا يداوي دواء عرب، شتيهمش الله يبارك الواحد فيهم قد الحيط، المريض فيهم يموت قريب في عمره 200 سنه. صح. يحملوا كلش، البرد، السخانه، الجوع، عمرهم لا يقولوا اه. تحسبي تعذرك اللي في عمره 50 سنه يبدا يشروا عليه باش يدير عمره ويتوب لربي. صح صح. بلا هذيك نسيتي انها شكون. ايه عندك الحق، خالتي زينوبة. ايه الله يبارك يدها مباركة، المية تحيه. الله يبارك.
غير الهوانية وجابك يا الضوية اختي. واش نحكي لك، السطر راح يقتلني، ما كانش بلاصه فيا ما تسطرش. رجليا، يديا، اكتافي، اصبح نعيا باش نوض ما نقدرش. الليل اللي هو الليل وما نرقدوش، الجنبه اللي نرقد عليها تسطر، ما لقيت الجنبه تصلح نرقد عليها يا الضوية اختي. جاي مشان شنو؟ اه قلت لك دوري راسك من هنا نشوف. زيدي من هنا طلعي وزيدي هبطي شويه، حالي عينيك فمك. اه عندك الفتقه هواريه. وكيفاش عرفتي؟ كان لك سالم زرب وما تنساش طبيب. او كان عندك الفتقه انت؟ انا بعيد الشر خويتي بس هي عمري ما مرضت. صحتي كي العود الحمد لله ربي يدومها ان شاء الله. والحل تاعو يا الضوية اختي؟ شوفي دوك نكتب لك شويه حشاوش تديهم عند عمي كاين كلش. انت اه هو يدبر راسو. كيلو عرقسوس، كيلو لبان، ورطة زنجبيل. انت ها الضوية اختي هذه كيفاش تقرا؟ لا انا كتبتها لك ليك. هادي عند عمي كاين كل شويه يعرفوا دبر راسو. هاي صح. اه الخلاص برا. ضربت لي كيلو ذهب وقولي انا مريضه. الله يجعل المرضى كل كيفك. احزيا طيبة علمنا اليوم 400 وشويه صرف. يا هاك هاد الصرف اللي ديهم ليك تعبتي معايا اليوم. اخ ما احنا هذا مكان. يا نقول لك هذه ميه مقطعه يا حلال عليك. واش حال صعبه وحده غير ربع. واو وقت المساس هذا روح وزيد لازم نقفلوها وقرب يجي خويا الحاج. وهذوك انت اليوم برا واش ندير لهم؟ قولي لهم كي نحتاج الشبرده راني نعيط لهم. علاش هاد الضوية تبهدلي فيا قدام الناس؟ علاش؟ معليش معليش روحي 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 قولي لهم. خلاص دوك انا ندبر راسي. الله يكثرهم عليا ان شاء الله. يا ما خويتي الصغار كيلعبوا في ديك الضاوية. واش الضاوية؟ ناس الدوار كامل في دارية داخل خارج ما خفتيش من المروضات. باغية تقعد لينا؟ شوفي يا أم الخير هذا الدار دار بوي نسال فيها كيما يسال فيها خويا الحاج. شكون قال ما تساليش يا مخلوقة؟ معليش درك نشوفوا الحاج لما يعرف ويسمع واش راح يقول. ما تخزريش فيا ديك الخزرة. اي يسمى من شفتوني لقيت خدمة وقفتوني فيها. خلاص خلاص الضاوية. شفتوني ما تزوجتش مع البيلا ولي لهبي. خلاص قلت لك خلاص. وانا لمت شويه سوارد قلت نشي شويه كوكاو ليا وليك والبطون نقعدوا نغزوه. قلت لك خلاص الضوية ما نقولوش. احلفي لي ام الخير راني نعرفك ندور راسي تعطيني. اسيدي والله ما نقولو بصح ماذا بيك تشوفي حل وين تخدمي الخدمه نتاعك هادي على خاطر الداخل والخارج انا ما نضملوش. واللي فينا يكفينا يا الضاوية. المشاكل راهي من كل جهه لا ما طحتش من السما تخرج من تحت الارض. ما عليه خلي لي برك يومين. السما معزه ولا طارت؟ طير طير من الخير ان شاء الله طير. فرانسوا زيت عيط لك علاش ما اشترفت عليها؟ انت وفرانسواز ديالك انا فواش وانت فواش. المهم هي تقول لك هاد الحكايه لا طولت فيها راح دير واش تفهم مالها. اسمع قولها توري لي حمد يديها وقولها لو كان تقدم خطوه واحده نقطع لها ديك الرجل. مهم انت على بالك بليك الغلطه انت اللي درتها وما كانش لازم يعرفوا بليك ساره بنتك
وكان لازم علينا احنا نمشوف هذيك الحكايه تاع ولد الحال الصغير. هذيك هي طريقنا. وعلاش انا كلش من تحت السعيد تحت راسه بصح يخلصها غاليه. من بكري الصباع كامل كانت مصوبه جيتي تهموني باللي قتلت سبتي بلا سبه. يا اخي الارض كتبتها باسم امو الخير من جهه محافظ عليها حتى يبان مواليها، ومن جهه اخرى نسلك الديه تاع سبتي على خاطر جلول ما حبش يسلكها. ثم جلول ما حبش يستعرف. يا بني جلول عمره ولا كان يستعرف بالغلطه تاعو. ما يعنيش مأمن باللي كنت مناسب بناس كيما هذوك. شوف الغلطه اللي درتها انا خبيت عليكم وانتم صغار باش ما تزعزعوش، والغلطه الكبيره خبيت على سعيد حتى راح ليه برجليه. احمد لازم يعرف بوي، لازم يعرف. يا ونقول له ما تخافش، نقول له نقول له ونخبره ونفريها معاه ضربه واحده. صبر ترى. الو، وش بين سعيد والهادي؟ سعيد نور نور ضربني ليش تراجل نور نادي. سامحني. سامحك انا صح غلط صح الله غالب. سامحك على واش؟ على اللي درتو فيا انت ولا على اللي داروا فيا بدر؟ ما تدخلش روحك. خش روحي خلوني تقاتلوا. ها هاي ماكش تشوفين كاميرا واقفين واحد ما دخل روحه. وهذا الزوت عندهم قوت كبير بيناتهم ويقعد بيناتهم وراهم خارجين من دار وحده دار الحاج. ما عرفتنيش ها؟ ما عرفتوني شكون يا؟ اطلقني سعيد نور سعيد. يا انت ما على بالك شحال كان فهمي اسم الحاج هنا؟ يهاوليك العيساوي خال سعيد وهاوليك فرحات خال الهادي. يا واحد ما دخل روحه. ها وانت دخل روحك وهم يدخلوا ارواحهم. ما يتنوا بحال في الدشره. ورا باباك الهادي. ورا باباك الهادي. ما توسخش يديك به. توسخش يدي يا وشاك دي. ارمي الموس من يدك. ورا باباك ارمي الموس من يدك. خايف على باباك. اش بيك؟ هبلت؟ نحيك بالموس. نحيك بالموس. هادي تزهر لي عندي الضوية. اللي نحب ويدلي مشكل ويبهدلني قدام الدوار. يا قد ما يكون زهرك او ما هوش مصوت كي زهري يا حزية. متقوليش هكا. يجي نهار ويندم عليك. هذا كيندم يعني كان طلع لي ضربة تلقيه قاعد تحت شجرة مع انك لي كاش خوف او الشامع قال لي الدنيا وش صاري فيها. مين با مين با ما سقساش عليا يا والله غرق. هادو شحال مني راح ما جاتوش الفكره يشوفني ولا خلي برك خلي على بالو غير بروح هذاك نص بنيدم. صحبي الكلب. السلام عليكم. عليكم السلام. وش بيك ضاوية؟ جيت نشرب شويه ماء الا معليش والله غير عطشت قلت نجي نشرب شويه ماء بارد. دقيقه دوك نجيب لك. طبيعي 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 طبيعي. أمير
وش راك؟ توحشتك. ماما انا توحشتك. هذه اول مره نبعدوا على بعضنا علي تزوج. على بالي واخر مره سمحي لي ما عيط لك. ايوه واش حبي مشاكل ورا مشاكل. معليش ماني فهمتك. ايه وخوك لقيتوه؟ لا خلاص لقيناه الحمد لله. صح؟ الحمد لله فرحتني. وانت وقتاش تجي؟ والله ما قدر نقول لك مانيش عارف درك. وعلا؟ والله مشاكل بزاف كيفاش نفهمك؟ مش هضره تليفون روزا. العسكر عليا القهوة. القهوة هذا خبر مليح. ومن بعد نعيط للحاج نبارك له. لا غير اللي وحشة بزاف. وانا نقول لك حاجة، نهار يجي أمير باش يديك نجي معاك. ما كان له باب. علاش؟ موش جاي. خير إن شاء الله. عنده مشاكل. من واش؟ حبش يحكي لي. كرمك كرمي روحك كرمي روحك بنتي، هذا غير المرض والعيال والبعد تاع رجلك. هيا دوك عطيني الضحكة تاع بنتي اللي نعرفها. نقدم دي ماري؟ صحيح خصنا في دار بوي. الحمد لله نعمة. انا جيت نقول لك برك يعطيك الصحة. واش درتي مع الهادي؟ درتي خدمة نظيفة؟ كسرت معاه شوية هو يتفكر ما كي كان يفكر شي يماه. يا ضويا صحة ومليح او كي السبع. الحمد لله يا ربي، ربي يهدي النفوس. هذا ما كان هذا ما كان الحمد لله. انا جيت هاد اليومين قالوا لي ما خدمتيش نشوف شنو صاري. ما راه يجيني حد ما نروح لحد. هذا ما مشي يجوك المرضى للدار. قلت لك ما راه يجيني حد ما نروح لحد. على بالك سليمان هاد اليامات ما نقدروش نستقبلوا المرضى مع الحاله شويه مخلطه. على بالك المرضى تاع الدوار مسحقوا طبيبه وهذه خدمتك ما تنسيهاش. صح والله يا طوي عنده الحق. وزيد المرضى والفوك ويحبوك. زيدي فهميها وقولي لها مليح باش هكذا دير العقل. ويلا بيك ما تخليش في الدار. انا هضرت مع الحاج وراه قابل. واش راه قابل؟ باش نقالك دار في الدوار استقبلي به المرضى وانت ديري خدمتك. لا ماشي انت طبيب الدوار ها؟ ولا ناوي تروح من الدوار وتخليه لي ثاني؟ انا ملي خليتك بلاصتي يعني ارتحت غير تحوس وتقلاش. بك حاجه واحده خصني ما نكذبش. ايه الحاجه اللي خصاتك؟ الزواج. هاي الهضره. أوه، شكون هي العروسة؟ والله يا أختي حزية حوزت قاع الدوار ما لقيتش اللي تناسبني. سليمان شو زيد شوف مليح بالك العروسة اللي تحوس عليها قدام عينيك. قدام عينيا أختي حزية صباح تقولي ما شوفش مليح ولا كيف؟ انا ندقق مليح من الحاجه الكبيره والصغيره. ولا واش قالوا ضاويه؟ ما تخرج برا. كيفاش؟ ما
قلت لك نوض اخرج برا. وش بيك؟ نوض اخرج برا نطيبك العشاء. نوض. اوكي. ديكاج قلنا. داكي سير. روح منا. بالموس. شوفي شوفي. ماشي شفي مليح وش راكي ديري. انا حطيتك في بلاصتي وراكي حوزتيني. هيا روح من هنا روح. وبالموس. هادي حكايتك وروح. هيا صح صح. يا طوية بالموس ما خفتيش راح يقول لبابا. خليه يروح يقول. شبيها طاوية؟ زعما جاعت؟ أنا مشيت جوا هذه حاجة كبيرة. بالعقل يا طاوية مشي هكا. هضري مع الرجال بالعقل مشي هكا يا طاوية. يا حكيتي كاع وأنا عاقلة. كسمان فعدني العقالة بحاجة. أيا خليه بوندي برا. حشموت زوج من ولادي تربيو في داري يتعاركوا في نص الدوار ما قادرت ولا كبير ولا صغير. الله درى مع الحاج. انا كنت مع وليد عمي والفلاحين وهو جا بدا يتضارب. مثلا نشرب لك من دمك ولا ما نريحش. ما كانش اللي هدد قدام الحاج. بعثت لك مع عمتي الحاج وقلت لك ليه ما راحش تجيب لي حقي راح نجيبه بذراعي. الهضره لحقتني بصح ماشي انت اللي تبرر لي واش ندير. انت شغلك تعرفه مليح. هادي شكون انا باش نوريك شغلك؟ رجعتو للدوار وكلتو شربتو تهليت فيه خليتو دور شوط ما دار حتى حاجه وفوقها بعثتو يحوسها لعلي. وانا وانت وين كنت؟ ماشي كنت في داري تاكل وتشرب؟ ماشي كنت مريض وانا نداوي فيك؟ قول لي انا نخرج نحوس عليك في كل بلاصه. اش بيك يا طفل؟ كش ما قصرت انا خطره في حقك ولا حق اختك؟ كاش ما قلت لي حاجه وما درتهاش؟ حتى الصبايا اللي يدير فيهم في الدوار انا اللي كنت نغطي عليك. ما فهمتش انا قلبك هكذا كنت تعمر اذا الغل وهذا الحق؟ حقي حقي يا الحاج. حقي هو اللي مخليني في هذه الحاله وما راحش نرتاح هذه المره حتى نجيب حقي. واش من الحق باش تروح لي الحبس وتضربه؟ خلاص درك راني متفكر كلش. ضربه ولا ضربه خليتني تفكر لقديم وجديد والضربه التاليه فهمتني كل حاجه. وهذه فهمتك اللي خلاتك تهدى على خلق الله؟ هذه فهمتك اللي تروح لي الحبس وتضربه؟ شكون انت بها تحاسبه؟ واش تحوس على هذه؟ واش تحوس عندي؟ حبيت تخلطها بين الاعراس؟ حبيت الناس تضرب في بعضها في الطريق؟ خلاص دوار خلاص ما كان لا قانون لا والو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية أوريدو. هذا رمضان اكتشف كوكاكولا بحلة جديدة. افتح الغلاف عند العلامة، اسحب الشريط الأبيض وخلي قعدتنا ديما تحلى مع هدية كوكاكولا. اليد في اليد، كوكاكولا تجمعنا. الشمس، لوميديتي والليساج جاي أطول الشهر تاعنا. سنسلك الجديد إصلاح فوري للشعر التلف مشبع بالسيرام الكيراتين اللي ساعد في إصلاح علامة التلف من الغصة الأولى لشعر ناعم ولامع في أي وقت. اكتشفوا لقم سنسلك شامبو وأبخي شامبو الجديدة. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كام بيبي. لكل طفل كام بيبي.